السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طلاب وطالبات التعليم المستمر الصف الثاني حياكم الله مع مادة لغتي موضوع الدرس الوحدة الأولى من ربع بلادي نستكمل ما تبقى من مكونات درس مصايفنا خير بداية نحرص عليها تكرار البسمله بدايه كل عمل. بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل معا الى اهداف الدرس المرجو باذن الله تحقيقها نهايه الدرس. اذا قدره الطالب والطالبه على قراءه الدرس والمقاطع والجمل قراءه صحيحه. يستخرج الطالب التراكيب اللغويه من الدرس. يجيب الطالب على اسئله تعليليه باستخدام مفاتيح الأسئلة كيف لماذا ماذا لو تحدثنا في درسنا عن مصاريفنا ماذا طلب المعلم من التلاميذ هيا يا طلاب الأعزاء ماذا طلب المعلم من التلاميذ نسترجع الدرس السابق أحسنتي نعم طلب من التلاميذ التحدث عن مصايف المملكة العربية السعودية. ما المدينة التي اختارها مهند؟ أحسنت، نعم مهند تحدث عن الطائف وأشهر ما فيها من المتنزهات والحدائق والمعالم الأثرية وصف مهند الطائف بأنها مصيف جبلي يتميز بكثرة المتنزهات والحدائق والمعالم الأثرية ومن أهم المتنزهات في الطائف هيا معا أحسنتم الشفاء والهدى وأن الطائف تشتهر بزراعة الفواكه أورد منها العنب والرمان والتوت والتين الشوكي المشهور ونعرف ان الطائف تتمتع بالكثير الكثير من المتنزهات والمحاصيل الزراعيه المميزه ومن المعالم الاثريه الرائعه فيها، هنا ذكر قصر شبرا، سد وادي عكرمه، هناك ايضا مسجد عبد الله بن العباس، هناك متنزه الردف، هناك العديد العديد من المعالم الترفيهيه والسياحيه. إضافة إلى جوها المعتدل ومناظرها الخلابة. ثم تحدث حامد عن مدينة أخرى. ما هي المدينة التي تحدث عنها حامد؟ هيا أحسنتم نعم. تحدث حامد عن منطقة عسير. منطقة عسير وتحدث.. أنها تحوي الكثير من المصايف من أهم المدن بها أبها أجمل مصايف المملكة وهي عروس الجبل أخذنا في رحلة جميلة تحدث عن طبيعة عسير أنها تتميز بالجو المعتدل والمناظر الخلابة وجود المعالم الأثرية المتنوعة أبها مصيفاً رائعاً يتمتع به السائح تحدث عن أهم المتنزهات السياحية منتزه عسير الوطني وهنا يتكون من عدة مواقع السودة، دلغان، الحبل، وأن مصايفنا وهذه المصايف ذو طبيعة جبلية فقد أنشأت الحكومة شبكة، لماذا أنشأت الحكومة شبكة من الطرق والجسور والأنفاق؟ لماذا؟ لان طبيعه المنطقه جبليه فلا بد حتى تسهل التنقل وتربطها بجميع مناطق المملكه اذا نستعد الان معا فتح الكتاب الاستعداد معا هيا بارك الله فيكم نفتح على مكون أنميه لغتي، هيا طلابي نقرأ العمود ألف والعمود باء لنتمكن من ربط الكلمة بما يناسبها من القائمة باء، نبدأ شاهد القائمة، ألف المصيف المعالم الأثرية، النسيم العليل، الخلابة، باء الهواء اللطيف الجميلة المحببة يقصده الناس في الصيف، المواقع القديمة المشهورة، هيا طلابي عندما أقول المصيف، المصيف نذهب إلى مصايف، مصيف, مصيف جبلي، ما معنى مصيف؟ أحسنت، نعم المصيف هو ما يقصده الناس في الصيف، بما يتميز دائما المصيف؟ أحسنتم يتميز بهواء العليل، بجوه المعتدل، مناظره الخلابة المعالم الأثرية، المعالم الأثرية، الأثرية احسنتم نعم بارك الله فيك انها المواقع القديمه المشهوره النسيم العليل نذهب الى ابهى لنتمتع بالنسيم العليل والجو المعتدل ما معنى نسيم نسيم احسنتم الهواء اللطيف الخلابه مناظر خلابه الخلابه احسنتم الجميله المحببه ندون الاجابات بارك الله فيكم هيا معا هنا اقرا والاحظ الكلمات الملونه حسنا بدأ مهند الحديث قائلا بما ختمت كلمة قائلا، هيا نميز قائلا قائلا ختمت احسنت نعم ختمت بماذا؟ ختمت بتنوين بالفتح، نشاهد هنا ضيفت الألف عند تنوين الفتح قائلا من المدن التي زرتها واعجبتني محافظه الطائف الطائف ما نوع اللام في كلمه الطائف هيا يا ابطال احسنت نعم هنا لام شمسيه نشاهد انها كتبت ولم تنطق وان الحرف بعد أتى مشددا بارك الله فيكم إحدى بما ختمت كلمة إحدى. أحسنتم نعم بارك الله فيك هنا أليف مقصورة أشهر المصايف ما نوع اللام في المصايف. أحسنت يا من قلتي لام قمرية كتبت ونطقت بارك الله فيكم السعودية ما نوع اللام بارك الله فيكم نعم إذا هنا لام شمسية نشاهد هنا كتبت ولم تنطق وأتت الحرف بعد المشدده. تسمى بعروس المصايف وهي مصيف جبلي. ما معنى مصيف؟ هيا احسنتم، المكان الذي يقصده الناس في الصيف وقيل انه المكان الذي اصابه المطر لما يتمتع به من الجو المعتدل والمناظر الخلابه. يتميز بكثره المتنزهات بما ختمت كلمه المتنزهات ما نوع التاء هنا احسنت بارك الله فيك تاء مفتوحه والحدائق والمعالم الاثريه ما نوع التاء في الاثريه بارك الله فيكم نعم تاء مربوطه نستكمل ساعدت طبيعة عسير بما ختمت كلمة عسير. هي تنوين أحسنتم ما نوع التنوين؟ نعم بارك الله فيك تنوين بالكسر نشاهد هنا نعم تنوين بالكسر بارك الله فيكم ذات الجو المعتدل والمياه الوفيرة والمعالم الأثرية المتنوعة في أن تصبح أبهى مصيفا رائعا بما ختمت مصيفا رائعا احسنتم تنوين ما نوعه نعم بالفتح ماذا اضيف الف بارك الله فيكم اذا التنوين بالفتح بزياده الف ما عدا اذا انتهت الكلمه بتاء مربوطه فلا نضيف الف تكتب بهذا الشكل شاهد هنا ختم الاسم بتاء مربوطة فإنه يمنعه من زيادة الف تاء زيادة الف تنوين الفتح مثال رائعًا. هنا أن الاسم إذا كان مختوم بتاء مربوطة يمنعه من زيادة الف التنوين. ألف تنوين الفتح مثال نشاهد هنا رائعًا إذًا هنا ليست نهايتها هنا رائعا رائعة هنا نشاهد لأنها كتبت بتاء وضع التنوين على التاء مباشرة وضع التنوين على التاء المربوطة مباشرة إذا ختمت الكلمة بتاء مربوطة فلا يضاف ألف للتنوين بالفتح إنما يوضع التنوين على التاء المربوطة في نهاية الكلمة نستكمل نستخرج من الدرس كلمات مختومه بألف قائمه كما نشاهد هيا نبحث في الدرس بارك الله فيكم الف قائمه بهذه الصوره هيا بارك الله فيكم نعم احسنت ابها ابها بارك الله فيكم كلمات مختومه بألف مقصوره مقصوره أنتم تسمى تسمى كلمات فيها شدة هناك الكثير من الكلمات بالإمكان نضيف أكثر من كلمة المعلم بارك الله فيكم تنوين ضم نبحث عن تنوين ضم كثير تنوين كسر عسير، بارك الله في الجميع. هيا نقرأ. مع هذا التدريب أضع في الفراغ ما يناسب الكلمة الملونة من المعاني التالية كما في المثال الأول: التوت، التين الشوكي، الطرق والجسور والأنفاق، عروس المصايف، عروس الجبل، السودة، دلغان، الحبلة. هنا الكلمات المساعده هنا نختار منها نقرا ونستعين بالاختيارات الجانبيه معا تشتهر محافظه الطائف بزراعات هيا زراعة ماذا؟ نبحث من بين الاختيارات أحسنتي نعم بزراعة التوت والتين الشوكي مدينة أبها أجمل مصايف المملكة تسمى بما لقبت مدينة أبها الجميلة هل لقبت عروس المصايف أم عروس الجبل أم عروس البحر الأحمر أبها الجميلة عروس الجبل عروس البحر الأحمر عروس المصايف أحسنت يا جميلة نعم عروس الجبل منتزه عسير الوطني يتكون من عدة مواقع نسترجع درسنا الجميل عندما أبحرنا في رحلة جميلة معا إلى منطقة عسير تحدثنا عن منتزة عسير الذي يتكون في عدة مواقع منها هي أحسنت إجابة مميزة نعم في السودة ودلغان والحبلة أنشأت الحكومة شبكة من الحكومه حفظها الله، حريصة كل الحرص على كل ما فيه راحة وأمن ورخاء للمواطن. فماذا أنشأت منطقة جبلية؟ ماذا أنشأت لتربط مناطق المملكة بعضها ببعض؟ أحسنتم شبكة من الطرق والجسور والأنفاق لتسهيل التنقل والتعليم والتجارة وغيره. نكمل مدينة الطائف من أشهر مدن السعودية وتسمى أبهى عروس الجبل إذا الطائف عروس البحر الأحمر أحسنتي نعم عروس المصايف، عروس المصايف. بارك الله في الجميع. ندون هنا مفاتيح الاسئله نقرا هيا بارك الله فيكم ونضع سؤال مناسب لهذا المقطع من الدرس نقرا هذه الجزئيه من الدرس جزئيات الدرس نطرح بعض الاسئله باستخدام مفاتيح الاسئله هيا بارك الله فيكم الجميع يقرا الجميع يحاول كتابه اسئله عن هذه الفقره حسنا هل قرأنا؟ شاهد في هذه الفقرة نتحدث عن المتنزهات السياحية منتزه أسير ويتكون في عدة مناطق المصايف تحدثنا أنها ذات طبيعة جبلية مما ماذا قامت الحكومة؟ هنا قامت بإنشاء شبكة من الجسور والأنفاق هيا ما السؤال الذي يطرح هنا برأيك هيا طلابي. أحسنتم، نعم إذا ما أهم المتنزهات في أبها؟ استخدمنا ما لنحقق هدف الإجابة عن أسئلة تعليلية وطرح أسئلة باستخدام مفاتيح الأسئلة إذا ما أهم؟ المتنزهات نشاهد هنا متنزه عسير الوطني. نكمل هيا طلابي وفكر في سؤال اخر. احسنتي نعم كيف ربطت الحكومه هالمصايف ذات الطبيعه الجبليه بمناطق المملكه بواسطه ماذا؟ الطرق والجسور والانفاق احسنتم بارك الله فيكم. ممكن أن أطرح أين يوجد متنزه عسير الوطني؟ باستخدام أي من المفاتيح أستطيع أن أطرح الأسئلة، لماذا أنشأت الحكومة الطرق والجسور والأنفاق؟ حسنًا بإمكان نستكمل لماذا أنشأت هنا نشاهد لماذا أنشأت لماذا أنشئت شبكة من الطرق والجسور والأنفاق؟ لماذا هي طلابي لماذا؟ ما الهدف من إنشاء الحكومة لشبكة من الطرق والجسور والأنفاق في منطقة عسير؟ ليس فقط في منطقة عسير في أيضاً في منطقة محا عفوا مدينة أبها أيضا. حسنتم نعم، حتى تربط تربطها بمناطق المملكة. لتسهل ماذا؟ التنقل لأغراض التعليم والتجارة والسياحة. إذا جميع مناطق المملكة التي ذات الطبيعة الجبلية أنشأت بها الطرق والجسور والأنفاق حتى تسهل التنقل تسهل آه، توصيل التعليم أيضا التجارة السياحة إلى آخره وتهتم كل الاهتمام بما فيه مصلحة المو... المواطن وراحته نطرح أيضا ما المواقع التي يتكون منها منتزه عسير الوطني نشاهد هنا يت... يتكون من عدة مواقع السودة دلغان الحبلة هيا نكتب الاسئله بارك الله فيكم اذا انتهينا بارك الله في الجميع الواجب حل التدريبات على الصفحه المشار اليها ندون عليها واجب مع قراءة الدرس وكتابة الدرس. دونّا الواجب بارك الله فيكم. إلى هنا انتهى الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.